عاطف سالم احسن فيلم اخرجته كان ايه؟ هو انا يعني عندي عده افلام بعتز بيها، لكن النقاد لما بيجوا يقيموا عاطف سالم في بعضهم بيقول ام العروسه، بعضهم بيقول احنا التلامذه، بعضهم بيقول جعلوني مجرما، بعضهم بيقول صراع في النيل، بعضهم بيقول اين عقلي. فانا وبالطريقه دي قلت لك كل افلامي الحلوه. انت بقى بتقول ايه؟ انا الحقيقه بقول انه الافلام، يعني انا عندي فيلم اسمه الحرمان، اول فيلم اخرجته في حياتي، عزيز عليا جدا. يحيى العالمي احسن فيلم اخرجته ايه في رايك؟ فيلم واحد قولي. اقول لك بقى الاجابه التقليديه اللي بيقولوا كلهم زي اولادي وبتاع. لا يعني هو في افلام ما بتبقاش احسن فيلم، لكن بتبقى ليها يمكن ذكرى ظريفه، او بيبقى الواحد حاسس انه فيلم بيعتز بيه. يمكن كل فيلم بنوعيه مختلفه بيبقى الواحد معتز بيه في نوعيته. يعني انا معتز مثلا بشيله الانس، لانه النوعيه الاستعراضيه الشعبيه ما عملتش كوت اللون ده، كان اول مره اعمله. بعتز بطائر الليل الحزين لانه فيلم نوع السياسي، الفيلم السياسي. بعتز بفيلم اخر اسمه خطايا الحب، وده برضه لسه ما اتعرضش، لانه الفيلم الرومانسي اللي يمكن انا بعتقد انه اللون اللي انا بميل اليه اكتر. حتى حسن الامام يعني شوفي، هو فيلم واحد لا، لكن في افلام عملت حسن الامام.